Mosaïque FM Podcast. Sport Express. مرحبا بكم، ألف مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم اللي ترشح لكان جنوب أفريقيا 2013. ولو أنه الترشح اليوم جاب صعوبة كبيرة قدام السيراليوني في ملعب بنجنات المقابلة وفات بالتعادل 0-0، يعني تعدينا بالأدنى المطلوب بفضل التعادل في الذهاب في فريتاون وقتها 2-2. المردود في الحقيقة اليوم ما كانش في المستوى، برشا ملاعبية كانوا بعاد على النيفو نتاعهم، ممكن زاد غياب يوسف المساكني أثر على المنتخب اليوم. رغم هذا الكل، المهم احصل نفرح المنتخبنا اللي ترشح لكان 2013. نذكره رغم كما قلنا المردود الضعيف اللي يحكي عليه سيمي الا طرابلسي مدرب المنتخب واللي حاوره عبده. اكيد مردود متواضع جدا، ما قدمناش مقابله طيبه، نعرف هو اللي كانوا لازمنا نلقاو الحلول وحقنا لقينا الحلول. ان شاء الله بعد ان شاء الله بالمجموعه هذه مجموعه طيبه حسب رايي، ان شاء الله المستقبل يكون احسن من هكا. وشفتوا معي ترى ما كانش ماتش في الافريق، ما كان ماتش فصيل وماتش